هنروح للتنس الارضي. حضراتكم التنس الارضي او تنس الطاوله، او لا مش تنس الطاوله، التنس الارضي والاسكواش بتبقى عباره عن بطولات مفتوحه، ممكن تلاقي بطوله مثلا انديه، بطوله انديه او بطولات مناطق بتبقى مفتوحه. النادي الاهلي خلاص ختم بطولته الاهلي المفتوحه، بطوله الاهلي المفتوحه التنس الارضي، وشهدت الحقيقه هذه البطوله مشاركه عدد كبير جدا من اللاعبين واللاعبات، يمكن 700 لاعب ولاعبه ابتداء من سن الثمان سنوات وحتى مرحله الرجال والسيدات. البطوله دي طبعا كانت منافسه قويه، اتعملت على ملاعب التنس الارضي بالنادي الاهلي مدينه نصر اللي شهدت تطور كبير جدا من سنتين، وتم تطوير الملاعب بشكل جيد، وتم تطوير ايضا ملاعب الجزيره منذ يعني اسبوعين ثلاثه، وكنا جدا حضراتكم حفل الافتتاح بتاعها. عايزين نقول البطوله حضرها مين؟ حضرها الكابتن احمد قطب نائب مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي باهلي مدينه نصر، وحضرها كمان دكتور طارق صبحي مدير جهاز التنس بالنادي الاهلي، وحضرها ايضا المهندس محمود الغزاوي نائب مدير جهاز التنس لفرع مدينه نصر. الحقيقه يعني كان البطوله شهدت طبعا يعني منافسات قويه، وطبعا دي البطوله الثانيه الثالثه اللي استضافها النادي الاهلي بعد استضافه البطوله الاولى في اهل الجزيره في شهر 3 اللي فات، والبطوله الثانيه هتكون في فرع الشيخ زايد في شهر 9، كانت في شهر 9 اللي فات، ودي البطوله الثالثه يعني استضاف بطوله في ثلاث فروع، ودي البطوله الثالثه. والحقيقه كاميرا الابطال كانت موجوده في البطوله، صورنا التقرير ده مع اللاعبين والاجهزه الفنيه والحضور، هتفرج على التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. البطوله النادي الاهلي طبعا من البطولات العريقه، واحنا بنعمل بالنسبه للافرع الثلاثه في النادي بنعمل لهم بطوله كل سنه. البطوله السنه دي ناجحه بكل المقاييس الحمد لله، اشترك فيها اكثر من 700 لاعب ولاعبه، منهم من النادي 119 لاعب ولاعبه، والحمد لله كان الختام رائع بفوزنا بالمركز الاول سواء في فردي الرجال والسيدات والزوجي الرجال. فالحمد لله النتائج كويسه جدا ومبشره. واحنا كمان بنهتم بقطاع الناشئين، فكان عندنا عدد 195 لاعب ولاعيبه تحت 10 سنين في مراحل 10 و9 و8 سنين، والحمد لله نتائجنا كويسه بنطمن على قطاع الناشئين. هي بالنسبه لبطوله الاهلي المفتوحه للتنس جي 1 اللي اتعملت في النادي الاهلي في الفتره ديت، هي اخذت اسبوعين وثلاث ايام بالظبط، شارك فيها 700 لاعب من بره النادي ومن جوه النادي من معظم محافظات مصر، كلهم من اول سن 8 سنين لحد سن العمومي رجال او سيدات. طبعا البطوله عشان اخذت الوقت الطويل ده وعدت عليها ظروف جويه، فاحنا احتاجنا شويه وقت ومجهود شويه لصيانه الملاعب عشان البطوله ما تنقطعش في وسطها ويطول الامد بتاعها ونقدر نكبرها في كل وقت. هي واحدة من ثلاث بطولات بينظمها النادي الأهلي في ثلاث فروع بتوعه، وإن شاء الله ننظم بطولة جديدة في الفرع الرابع. والله دايما بطولة الأهلي يعني بنحاول على قد ما نقدر نجهز لها كويس، طبعا بطولة مهمة في النادي بتاعنا. الحمد لله البطولة السنة دي في مدينة نصر هنا عملنا نتائج كويسة قوي على مستوى المراحل، خدنا كذا مركز أول الحمد لله، وانا النهارده كنت بلعب زوجي رجال والحمد لله طلعنا مركز اول مع زميلي في النادي الاهلي محمود ادريس. بشكر النادي جدا اللي هو ساعدني في تنظيم البطوله، وبطوله كان شايفها تنظيم الحكام فقط لا غير، لازم فيها جزء معين من المكان واداريين المكان ومنظمين البطوله، والحمد لله على اكمل وجه. يعني البطوله كانت من تصنيف جي اي، شارك فيها اربع ايفنتات الاسبوع الاولاني واربع ايفنتات الاسبوع الثاني، بمجمل لعيبه 700 لاعب ولاعبه في الاسبوعين، وعملنا وتم الاشتراك في خمس مستويات دبل على مستوى الاسبوعين، والحمد لله البطوله طلعت بمستوى كويس والنادي شاركني في تنظيمها، والبطوله كانت على ثمان ملاعب وكان من ضمن الاوائل التصنيف بتاعهم 32 على مستوى مصر كلهم كانوا موجودين معانا في البطوله، والحمد لله عدت على خير الحمد لله. النادي الاهلي النادي بتاعي طبعا، ببقى فخوره على طول وانا بلعب فيه، وبطوله كنت مركزه على طول في كل ماتش وكنت بركز في كل كوره، وعلى طول بقى يعني بقى كل ماتش مش بستهتر بيه مهما كان بلعب مين يعني، وعلى طول ببقى مركزه، ويعني فخر ليا ان انا بقى العب في النادي الاهلي. اصعب ماتش كان السيمي فاينال، كنت بلعب يوسف طارق كان معانا في الاهلي، وده كان اصعب ماتش، والبطوله كانت الحمد لله كويسه والملاعب كويسه والنور حلو وكل حاجه تمام الحمد لله. طبعا احساس جميل قوي يعني ان ده نادي وان انا عرفت احقق فيه حاجه زي دي، فده طبعا يعني شرف كبير ليا وحاجه بسطتني جدا يعني حقيقي. يعني كان قبل النهائي والنهائي من اصعب ماتشين طبعا، بس الحمد لله عرفت ان انا احقق ده طبعا يعني بفضل طبعا بابايا كوتش بتاعي كابتن ابراهيم ابو طالب، وطبعا المدير الفني بتاعنا كابتن محمود عبد المجيد.
زي ما حضراتكم شفتوا يعني ده كان تقريرنا عن التنس الارضي، وزي ما حضراتكم شفتوا كمان في التقرير قد ايه الملاعب شكلها جاي جدا، قد ايه التنظيم كان رائع. التنس الارضي الحقيقه برضو من الالعاب اللي بتلقى طبعا رواجا كبيرا داخل الجمعيه العموميه. اتمنى كل التوفيق لفرقنا سواء رجال او سيدات.